دكتور الشفادي، مرحبا بك، نائب رئيس جمعية أطباء وصيادلة جلميم، مرحبا بك في هذا اللقاء صحيفة الوحدة الإلكترونية. من فضلك خلاصة عن أهداف جمعيتكم أولا، وثانيا إلى أي حد وصلت جمعيتكم إلى توعية الساكنة فيما يخص معالجة داء السكري، والنجاحات التي وصلتموها على الصعيد الإقليمي حيث مضت على تأسيس جمعيتكم 19 سنة. بالنسبة للجمعية ديالنا هاد الأيام الطبية، درنا الشعار ديالها هو أمراض السكري لما راهم الخطورة على هاد على السكنة ديال البلد ديالنا. هو عنده عواقب خطيرة، من أمراض العينين إلى العمى اللي ممكن تؤدي للعمى، أمراض الكلي ممكن تؤدي للتصفية، وما أدراك ما قساوة التصفية ديال الكلي، وأمراض أخرى من لاغونغرين ديال الرجلين، انسداد الشرايين ديال الأرجل، وكذلك انسداد الشرايين ديال القلب وديال الدماغ. قلت على الجمعية ديالنا، يعني كتحاول تدير التوعية، ولكن هذا المشكل هذا ما تكفيش فيه جمعيتنا هذا باش يمكننا نوقفوا هذا الوباء، ولا على الاقل نقللوا منه. تخص تضافر جميع الفرقاء من اطباء وصيادله وقطاع خاص قطاع عام، جمعيات جمعيه المجتمع المدني، جميع الناس خصهم يتضافروا باش يمكننا نوضعوا حد لهذه المشاكل الخطيره اللي كتعيشها هذا الساكنه مع مرض السكري. وكذلك الجمعيه ديالنا دارت هاد الايام الطبيه، كيف كدير موائد مستديره دوريه، كما كدير حملات طبيه، قوافل طبيه للساكنه النائيه ديال الاقليم، وهذا دخل في العمل ديالها. شكرا استاذ، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا.